بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي عشر من دروس عالم كفيف تقنية أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة، برنامج الشعر العربي. شلون نستعمل هالبرنامج؟ هذا البرنامج عبارة عن مجموعة شعراء ومجموعة قصائد لكل شاعر. 24 من الأسواق. هذا البرنامج في كل القصائد تقريبا، وهذا البرنامج في كل القصائد تقريبا، فخلينا نجرب ان ندخله ونجرب ننسخ منه بعض الابيات. انزين، الحين احنا بروح ادخل عليه اداب يا ابن المراغه ان مجاريك. زين، بسوي رجوع لاني انا كنت بدي قصيده. زين، نختار الفرزدق مثلا. هو طبعا شباب، يعني هاي مربع التحرير، اول مربع، اول ما تدخل البرنامج في مربع تحرير اسم الشاعر. لاحظ مربع التعديل البحثي، البحث اسم الشاعر، اكتب اسم الشاعر. زين، فانت تختار يا اما انك تختار من القائمه يا اما انك تكتب في مربع التحرير. خلينا نختار من القائمه. محمد علي جعفر العلاق، عبد الله تركي عامر، طلعت صقر، ابراهيم نجيب، اسعد الجد، موسى حوامدي، محمد بنيس. اختار شيء مع طبيعي. ادب عز الدين مهيوبي. ادب اختار شيء. اسعد الجدوري، سيوي، ابراهيم احمد الوفي، ابن معتوق، ابن معتوق الاختل، الاعشق، الاحوص، شوف الابيودي هنا شباب، الاعشق، الاطيشر، الاسد، الامام الشافعي، البغازي، البرعي، البوصير، الحاجره، الحارث بن حلزم، الحداد القيسي. هنا هاي كلهم معروفين. الاعشق، الاختل، الاحوص، الابيودي، ابن هاني، ابن باتلس، ابن نقل، ابن معصوم المدني، ابن معتوق، ابن مشرف، ابن عميم، ابن عبد الله. انزل نروح فوق بعد، نشوف السليم بن عمرو، نشوف السماويل، السيد الحميري. انزل الشاب الظريف، الشريف الرضي، الشريف المرتضى، الشماخ بن درار، الشنفراء، الشماخ بن درار، الشريف المرتضى، الشماخ بن الشنفراء. انا اختار الشريف. زين، على سبيل المثال الشريف المرتضى. زين، الشريف مربع راعك ما راعني من الداء، الا ماذا يريبك من همومي، لقد ضل من يسترق الهوى، خليلي الا عجبك ما نادي امرؤ الهوى. هاي اسامي القصائد الحين بدي اقول في مربع تحرير. في البدايه اكتب اسم القصيده، وبعدين هي قائمه باسامي القصائد. بختار انا قصيده منهم. نادي خليلي الا، لقد ضل من، الا ماذا يريب، راعك ما راعني من الداء. راعي. انزين، الان فتحت قصيده. انزين، شلون ابدا انسخ ابياتها؟ انزين، نبدا فوق. اذا بينسخ ابياتها واشاركها شلون؟ شوف اسم القصيده، الزر القصيده السابقه، الزر القصيده السابقه، خله نسخ النص، خله مشاركه النص، خله القصيده السابقه، خله راعك ما راعني من الداء. نروح على بعد اسم القصيدة، وجدت له مثل حز المدى، أراعك ما راعني من الأداء. يقول يبدأ يقول أسامي، يبدأ يقول الأبيات. انزين، أختار بيتين. شلون أختارهم؟ طقتين عاديين على الشطر نفسه يحدده. يعني الحين شوفوا، أراعك ما راعني من الأداء، هاي أراعي. انزين، المهم خلينا نختاره. انزين، وجدت له مثل حز المدى، ضغط عليه ضغطتين. ها، والحين بعد هاي الشطر ضغطتين، في حسابك اني كرهته، وهاي بعد ضغطتين، برز الامام كبوس الشجع، وهاي ضغطتين. انزين، الان انا محدد بيتين. انزين، اروح على شنو؟ نسخ النص، القصيدة السابقة، الزر مشاركة النص، الزر نسخ النص، تم نسخ النص، تم نسخ النص. انزين، الحين اروح على الواتساب واقول له مثلا مسجل الصوت، اي مكان ابي طبعا. الزر مدير المهام، انا بس من باب التجربه اروح على الواتساب. نروح على الواتساب، نقول له في الدردشات نروح السادسه صباحا، عشان الخامسه صباحا، 30 دقيقه مطر واحد، الخامسه صباحا، 20 دقيقه عبد الرحمن الساده،
مجلات الواحدة صباح الأربعاء الأربعة تغطي أساس. الكفيف العربي كل المجلات. نعم، نروح على الكفيف العربي اللي هو مالنا مربع التعديل ونسوي لصق. تم عرض لوح المفاتيح. مربع نروح التعديل الزر 9 و الزر تسجيل مربع التعديل لصق. نسوي لصق. يا رب في ما جريتني بمستقبل لدى الفعل لصق. الصغير الحابسين إلى العشب ليأخذوا نصح الكي ودمنة الأسعار كما راعني من الأداء وجدت له مثل حز المدى وهل في حسابك أني كرعت بارز الإمام كؤوس الشجا. أيوة حدد بس نسخ لي البيتين المحددين. أسوي إرسال. أربعة من الرسائل غير خمسة مربع الزر أرسال وخلص خلصنا. الواحد بهذه الطريقة أرسلنا البيتين. فيعطيكم العافية فيعطيكم العافية وإن شاء الله تستفيدون من هالبرنامج وهو اسمه الشعر العربي. تكتبه في البلاي ستور أو الأبل ستور وتدخل عليه وإن شاء الله يفيدكم. وهو برنامج موجود بالسامسونج والآيفون. كل قصايد الشعراء ومجموعة كبيرة من الشعراء ودواوين الشعر. يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله مع أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة عالم كفيف تقني الدرس.